أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن برنامج عافية يشمل جميع الفئات العمرية للمتقاعدين، نفيا صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حد أقصى للأعمار المؤمن عليهم. برنامج عافية للمتقاعدين هو برنامج يخص المتقاعدين بجميع الأعمار ولا يقف على عمر واحد، وهذه يعني الهدف من وجود نظام التأمين الصحي للمتقاعدين. يعني من هذا المكان أحب أقول إن في أي مواطن عنده أي شكوى، في عندنا إدارة كاملة مسؤولة عن التأمين الصحي، يمكن يتواصلون معها ويتم الإجابة لهم على طول.